تفاصيل أكثر عن رياضة الحوامل مع الكوتش علي أبرام ونور سبقتني لهنيك متحمسة لأنها حامل بدها تعرف شو التمارين. صار صباحكم صباح الخير أيهم من هون وصباح الخير لك كوتش. اليوم أنا معك برياضة حتى نحكي كتير عن رياضة الحوامل. وفعلا اللي عم نشوفه اليوم على السوشيال ميديا أنه حتى لو كانت النساء بتمارس رياضة قبل الحمل بتقول رح وقف على الحمل بشهور الثلاثة الأولى بخاف أنه يكون في آثار جانبية. صح. شو صحة هاي المعلومات؟ يسعد صباحكم أول شيء. يسعد صباحك أيهم. بالحقيقة نور هي واحدة من الأفكار الخاطئة جدا عن الحمل. دائما مثل ما ذكرنا قبل شوي إنه بالدراما حتى بالأفكار القديمة شوي بتقول بأنه السيدة الحامل هي شبه مريضة أو بتم معاملتها بأنه هي ما قادرة تقوم بواجباتها، ما قادرة حتى تعمل الأنشطة اليومية الاعتيادية. في الحقيقة هذا الشيء كتير خطأ. المرأة الحامل تقدر تمارس الرياضة بكل أشهر الحمل بدون استثناء، مع العلم بأنه الرياضة مفيدة جدا للسيدة الحامل لأنها بتساعدها على تقوية العضلات والمفاصل، وأيضا بتساعدها على الحماية بالوقاية من العديد من الأمراض أهمها سكري الحمل مثل ما بنعرف. كمان بتساعد على تسهيل عملية الولادة وتقليل التقلصات يلي بتصير. يمكن في فرق بين التمارين اللي بناخذها الحامل بالاشهر الاولى والاشهر الاخيره. يمكن تكون الاولى هي مشان وحده ما تزيد وزن بلا طعمه، انه يكون صحته وصحه البيبي كثير منيح، والاشهر الاخيره حتى تسهل الولاده. بالحقيقه في عده تمارين نور رح نبدا نحكي عنهم. من يعني بنقسم الحمل نحن دائما لثلاث اقسام، الثلاث اشهر الاولى والثانيه والثالثه. ينصح دائما خلال الثلاث أشهر الأولى بأن ممارسة الرياضة تكون من خفيفة لمتوسطة الشدة، لأنه السيدة الحامل بيكون جسمها تعبان، بتكون شوي عم تتأقلم أو جسمها عم بيتأقلم على فكرة الحمل. الثلاث أشهر الثانية هي أنسب وقت لزيادة شدة وكثافة التمارين، وممكن ممارسة التمارين بشكل اعتيادي وبدون أي مشاكل. الثلاث أشهر الأخيرة ممكن شوي يكون الموضوع صعب بسبب الوزن اللي بتكتسبه بالضبط، خاصة بمنطقة البطن، لهيك ممكن تعيقها عن أداء بعض التمارين، ولكن ما في أي مانع بممارسة التمارين. لكن في حال تفضل أيها بدي أعطاكم يعني دائما بشوف بالمسلسلات وضعية هيدي اللي بيحطوها الحامل ورا ظهره، شو السبب؟ أدينا إياها بالله. هلا هيك بيعملوا، بس عن جد أحيانا لما واحدة بتشتغل بالبيت يعني صح بصير في ألم بأسفل الظهر، يعني أسفل الظهر بظهرك، فأنت إجباري بدك تركز حالك بهي، هي مو دلال يعني أو هي تمثيل. طيب هي شو سببها يعني؟ يعني من وجع ظهرك وعندك تقل ببطنك، فأنت إجباري بدك تمسك. بدي جواب علمي. وضعف العضلات. فكيف نحن بنقوي هي العضلات؟ ممكن تقويتها مثل ما ذكرت بالثلاث أشهر الأولى عبر تمارين الرياضة، عبر تمارين المشي السريع، الرقص، اليوغا، السباحة، أيضا الدراجة الهوائية الثابتة، هي تمارين آمنة تماما. قد ايه تقريبا لازم تعملها بالشهر الثلاثة الأولى الفترة الزمنية؟ 150 دقيقة بالأسبوع، ممكن نقسمها على ثلاث أو أربع أيام بالأسبوع بيكون كتير منيح. هي التمارين آمنة تماما. أما ممارسة التمارين المقاومة أو الكارديو، التمارين الهوائية بوزن الجسم، فهي أيضا آمنة بشرط أنه تكون السيدة الحامل عندها خبرة سابقة فيها ما قبل فترة الحمل. يعني إذا أنت بتلعبي تمارين الحديد ما قبل فترة الحمل فيك تكمليها، فيك تكمليها بكل بساطة، بس مو تبشي على الحمل يعني صعب 100%. أو الأفضل يعني ممارسة هاي التمارين مع مدرب أو مدربة مختصة لحتى نتجنب موضوع الإصابة أو أي مشكلة تانية. قد ايه مهم أيضا يكون في تنسيق بين الكوتش وبين التغذية، يعني مع خبيرة التغذية حتى فعلا هاي الحامل تكون صحته وصحة البيبي كويسة. كتير مهم نور، لأنه بنفس الوقت كمان في كتير معتقدات خاطئة عن الموضوع بأنه السيدة الحامل لازم تاكل عن شخصين أو عن شخص ونص. دائما كتير بنسمع هاي الفكرة. أنت نور عن كم شخص؟ والله ليك وما بعرف، أنتوا بكون تقرروا. لا والله أنت لا، يعني أكلك هذا هو يعني حسب ما بشوف لما بنجتمع بالأكل هذا هو نور، يعني ما تغير بالضبط أكل. لأنه علميا السيدة الحامل خلال الثلاث أشهر الأولى ما بتحتاج أي سعرات حرارية إضافية عن حاجة جسمها. بالثلاث أشهر الثانية بتحتاج من 350 ل400 سعرة حرارية زيادة فوق أكل الطبيعي، هو رقم كتير قليل فعليا. أما بالثلاث أشهر الأخيرة من شهر السادس للتاسع فهي بتحتاج بين 500 ل550 سعرة حرارية، يعني هي أرقام كتير قليلة لا تقارن بالأشياء اللي كانوا يخبرونا إياها. إذن هي شائعة، لازم يعني واحد يأكل لحده الطبيعي، وحتى يمكن لازم يقوم شوي صغيرة. أقل بشوي، لأنه أحيانا الحامل كمان بتتقل معدتها، ممكن يكون في عندها حرقة بالمعدة، فأيضا هذا الشيء أكيد طبعا بسبب لها تعب. أكيد طبعا الطبيب المختص هو بيحدد أكثر هاي الأرقام، نحن بس عم نحكي أرقام تقريبية تقريبا. في
في شغلة كتير مهمة نور بدي أذكرها، بأنه صح الرياضة كتير مهمة للسيدة الحامل، ولكن في بعض الرياضات لازم تبتعد عنها بكل تأكيد خلال فترة الحمل. أهم هاي الرياضات هي الرياضات اللي بتتطلب تماس جسدي، مثل الألعاب القتالية أو مثل الألعاب اللي فيها احتكاك بدني، مثل كرة القدم أو كرة السلة. أكيد. أيضا تبتعد عن الرياضات اللي ممكن تسبب سقوط مفاجئ أو سقوط عنيف، مثل ركوب الخيل أو التزلق أو التزلج أو التسلق. أيضا رياضة الغوص ما لازم تكون موجودة خلال فترة الحمل. كل شيء آمن وبشكل فردي، لأنه بالنهاية لما أنت بدك، أنا آسفة مدري شو عملت بس عادي، هي عوارض الحمل ترجع المرة لحالها لورا. ممكن لازم تعمل تمارين بشكل فردي، لأنه لما ممكن تلعب مع حدا ممكن يأذيك أو تأذيه بطريقة أو بأخرى، ممكن يكون في احتكاك بدني، فهذا ممكن يسبب إصابة، ممكن يسبب مشكلة بالمفاصل أو بالعضلات. مع التركيز، مع ضرورة التركيز على تقوية عضلات الحوض بشكل رئيسي، لأنه هي مثل ما ذكرنا قبل شوي أنه أكثر عضلات بيتم استنزافها خلال هاي الفترة هي عضلات الحوض، لذلك لازم يتم أسفل الظهر. أسفل الظهر بالضبط، فلازم يتم تقويتها بشكل سليم. كيف؟ هل في مثلا تمرين محدد ممكن يقوي عضلة الحوض أو أسفل الظهر؟ في كتير، في كتير تمارين بوزن الجسم ممكن تنعمل. ياريت لو عنا السجادة، صح كنا عملناهن، بس ممكن نعملهم بالحلقة القادمة. أكيد. بتقوي هاي العضلات، وهي بتكون بوزن الجسم، ما بتحتاج كتير معدات، ما بتحتاج حتى للذهاب للنادي، ممكن ممارستها بالمنزل. بتعمل كتير منيح على تقوية هاي العضلات، وأكيد هذا الشيء بيسهل عملية الولادة. عملية الولادة يمكن في أيضا طابة كبيرة بينصحوا فيها أحيانا، أكيد بيلاتس بول بيسموها، كمان كتير مهمة، كتير بتقوي العضلات بشكل صح بدون ما تتعرض السيدة لخطر الإصابة. طيب، نصائح سريعة قبل ما نختم علي. نصائح سريعة، أنه دائما يعني السيدة الحامل تمارس حياتها بشكل طبيعي، تكمل بالرياضة عفوا، في حال كان عندها خبرة سابقة تظل مكملة بذات النشاط طبعا، والأهم من بعد أخذ موافقة الطبيب المختص الخاص فيها، لأنه هو أو هي بتحدد كمية وكثافة النشاط البدني اللي لازم تقوم فيه. كمان كثير مهم بموضوع التغذية، أنه نظل محافظين على وزن مناسب لأثناء فترة الحمل. نتجنب موضوع الأطعمة، كثير مهم أنه دسمة، نتجنب أكيد الأطعمة المقلية، نتجنب كمان الأطعمة النية، بالأخص الدجاج والدجاج والبيض أو الحليب غير المغلي، لتجنب سلمونيلا، لأنه هي حساسة يمكن تلقط أي بكتيريا، كتير سهل بيكون أنه تلقط أي بكتيريا، لهيك لازم نتجنب هاي الأطعمة. ننتبه أنه كل شيء مطهو كتير منيح. لازم تأخذ كمية جيدة من البروتين والزنك والكالسيوم والحديد، وهي موجودة بأطعمة مثل الفواكه والخضروات واللحوم. يعني هاي هي النصائح السريعة، لازم عن جد كل امرأة ناوي تحبل لازم تعود حالها عليها، أو بالضبط. كانت حامل، لأنه هي يمكن لما السيدة بتاخد فيتاميناتها أو بتعمل نشاط بدني قبل الحمل بيكون موضوع الحمل عندها أسهل، بتكون صحتها وصحة البيبي أفضل، صح؟ أكيد، حتى عملية الولادة بتكون أسهل، موضوع ألم أسفل الظهر، موضوع التعب كله بيكون أخف أكيد، في حال كان في نمط حياة صحي متبع ما قبل فترة الحمل. شيء ما تدور وراء الشائعات اللي ما قال أيهم إنه الحوامل بتدلل بحطوا إيدهم على هاي، هو تعب فعلاً، إحنا بنتعب فبنحط إيدنا على ظهرنا. ما ترجعي هلا لورا، فأنا خايف على الباز اللي ورا. هو أنا صراحة رحت خطبشت فيها، بس يعني بيسامحونا مشاهدينا. شكرك علي كثير، انبسطت معك بهي الفقرة، وإن شاء الله حتكون عندنا فقرات أخرى بمواضيع أخرى. أكيد. شكراً لك نور، شكراً لك.